الله الكريم الواسع الجواد الذي تعم مغفرته البلاد والعباد في الأمكنة والأزمنة، خصوصا في الأيام العشرة المباركة من أوائل ذي الحجة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ميسر كل الصعوبات في هذه الليالي المباركة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا النبي المبعوث إلى جميع البشرية، وعلى آله وصحبه المغتنمين المواسم الخيرية بلا كثرة جدال ومراء في أية عبادة، بل بحسن السامع والطاعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا عباد الله، اغتنموا الفضائل الذهبية الموجودة في هذه الأيام المباركة التي بسببها ولشرفها أقسم الله سبحانه وتعالى بها إظهارا لجلالتها وعظمتها حين قال: والفجر وليال عشر. ما من أيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: والجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. وكل الأعمال المرضية صالحة فيها من صيام وقيام وصدقة وكثرة الذكر. كتب الشيخ أحمد بن رضي الله عنه في بعض توالفه: تاء لذي الحجة، وتاء لذي الحجة من في تلك الأيام العشرة، وتسع ذي الحجة أيضا من مؤلفاته: يا من وهبت للشهور بشرى لي لأطبتها معا والعشرة، لي قدت من جلا وما تكمنا، ولي بدا البشر بأيام منا. وفي هذه الأيام يوم عرفة الذي فيه تكفير للذنوب وعتق من النيران وإجابة الدعاء للمخبتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي وروحي، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، والصيام لغير الحاج لما في الحج من المشقة البالغة، والخيور تتوارد فيه لا تعد ولا تحصى لكثرتها. أيها الناس، لا تضيعوا الفرص الذهبية التي في هذا اليوم. لقد دعا الشيخ أحمد بن رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى أن يجمع له كل المنى بحق يوم عرفة، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هذه المعرفة، ولي هب بحق يوم عرفة وحق صائميه أعلى معرفة. لا تهتموا بمجرد المأكل والمشرب والملبس، ما في هذه الأيام أعظم من ذلك، ويوم عرفة توجد في كل مكان. وأما العرفات توجد في مكة فقط، لأن الزمان ينتقل من مكان إلى مكان، وأما المكان لا ينتقل بل ثابت في الموقع والموضع، لأن الشمس مديرة الزمان وهي تجري لمستقر لها، والمستقر أكبر من هذا الكوكب الأرضي باختلاف المطالع. نفعني الله وإياكم بهذه. أحمد الله الجليل الجميل العظيم الفعال لما يريد، أشكره وأحمده على نعمه الجليلة الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الآمر باتخاذ القدوة الحسنة الأولوية، وأشهد أن سيدنا محمدًا الذي أحيا سنة إبراهيم عليه السلام من صغيرة وكبيرة حتى الأضحية التي سارت حديث ركبان في هذا الأوان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما سبق الزمان بالمكان. يا عباد الله، مهما تغيرت الأحوال لا تضيعوا تقوى الله الذي أمرنا به القرآن، واعلموا أن الفروع لا تتقدم بالأصول، أو لا تتقدم الأصول، ولا تضيع الأصول إلا ضاعت معها الفروع. وأصل هذه العبادة التضحية، وابتلاءات التي أحضرت هذه الأضحية. لقد لاقى سيدنا إبراهيم عليه السلام من الإخراج من مسقط رأسه، والإدخال في النار التي جعلت النمرود أهل العار